احنا كنا خدنا في الفصل الاول يعني حاجه اسمها كومبينيشنال لوجيك سيركت، خلاص كده، وعملنا المشروع بتاعنا وعدينا الحمد لله. الفصل الثاني دلوقتي انا هدفي نعمل حاجه اسمها سيكوينشال لوجيك بلوك او لوجيك سيركت. طيب قلت لك دول مكونين من ايه؟ تمام، قلت لك دلوقتي مثال بسيط خالص، لوحه التكييف عندنا بشكل مصغر جدا بالنسبه لي فيها وحده بتخزن اخر قرايه كانت التكييف شغال عليها. سميت ايه الوحده دي؟ سميتها ميموري، وحده ذاكره، مساحه تخزين. قلت لك جميل جدا. انا السيكوينشال لوجيك سيركت مكونه من تو بارتس، من جزئين، جزء كومبينيشنال سيركت زي اللي احنا خدناه بوابه منطقيه بسيطه، وضفت عليها ميموري اليمنت، عنصر ذاكره يخزن الاوتبوت اللي احنا طلعناه منين؟ من الكومبينيشنال لوجيك سيركت. بمعنى كمثال، لو عندي هنا اند جيت، او خليها اور جيت، لو عندي هنا اور جيت، عندي انبوت A وعندي انبوت B، هطلع اوتبوت اللي هو مين؟ هسميه اكس، وات ايفر اكس كان كام. طيب هروح جاي عامل الترو ستيب بتاع الاور جيت، طيب برسم فيها مين؟ برسم الاول الانبوت وعلاقته بالاوتبوت. ده كده الكومبينيشن لوجيك سيركت، علاقه دايركت مباشره ما بين الاوتبوت والانبوت. عندي هنا A وعندي هنا B وعندي هنا X، واعمل مين؟ اعمل الترو ستيبل بقى بتاعي. هنا عندي تو انبوتس، يبقى عندي كام احتمال؟ برافو عليك، 2 باور 2، يبقى عندي هنا 0 0 بعدين 1 1، وهنا عندي 0 1 و 0 1. وعشان اسهل الدنيا على نفسي بس شويه، هخلي التيبل ده بشكل ايه؟ منسق اكتر. طيب عايز بقى الاوتبوت انزله بعلاقته بالايه؟ بالانبوت. طيب اكس لما اعمل اور ما بين 0 و0 مستني اجابتك، ايوه صح 0. طيب عايز اعمل اور ما بين 0 و1، طالما في الاور اي انبوت بواحد الاوتبوت بكام؟ بواحد، بالظبط كده. يبقى انا الاوتبوت اكس هنا هيكون بواحد، وهنا بواحد، هنا بواحد. جميل جدا، دي كده كومبينيشنال سيركت عاديه خالص، بسيطه جدا. طب انا عايز احتفظ بقيمه الاكس لفتره زمنيه معينه، هدخلها جوه ايه؟ ميموري اليمنت. روبوتك لما اجمع ما بين الكومبينيشن لوجيك سيركت ما بين الميموري اليمنت، يبقى كده جبت ايه؟ كده عملت سيكوينشال لوجيك سيركت. سهل كده؟ طيب ركز معايا بقى كويس، ركز معايا كويس. انا دلوقتي عندي انبوت دخلته جوه الاور جيت او الكومبينيشن لوجيك سيركت، تلاقي مين؟ اكس، صح، اللي هو الاوت. فعندي ام، ده هو الاوت. طيب هاخد نسخه من الاوت دوت اللي هو الاكس عندي هنا، واحطه جوه ميموري اليمنت احتفظ بيه. طيب يبقى الميموري اليمنت دوت هياثر على مين؟ على النكست ستيت. يبقى انا هدخل الميموري اليمنت دوت او اللي هو الاوتبوت بتاعي، هوديه جوه الميموري عشان ياثر على مين؟ هدخله جوه هنا في الكومبينيشن لوجيك سيركت، يبقى هو هياثر على النكست. طب لما ادخله جوه الميموري واطلعه منها واطلعه ادخله على لوجيك جيت ثانيه او كومبينيشن سيركت ثانيه، اسمه ايه؟ اسمه الكرنت ستيت، اللي هنطلق عليه فيما بعد الكيو ان. طب ودوت كيو ان بلس 1، تمام؟ جميل قوي. طيب ايه علاقه الاوتبوت بقى بكل السيركت ديت؟ قال لك في السيكوينشال لوجيك بلوك او لوجيك سيركت، ذا اوتبوت، الاوتبوت بتاعك هنا اهو، هيعتمد على حاجتين، على الانبوت فاليو وعلى البريفيوس فاليو. يبقى هو هيعتمد على الان وهيعتمد على الكيو ان، يبقى هيعتمد على الكرنت انبوت فاليو اللي هي الان انبوت، وهيعتمد على البريفيوس انبوت فاليو اللي هي مين؟ اللي هي الكيو ان. خلاص جميل قوي، ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الام، اللي هو الاوتبوت بتاعك. طب حلو جدا. بعدين بقول لك الميموري اليمنت هي ديفايس which can remember value
indefinitely بشكل لا نهائي or change value on command from the input. يعني انا دلوقتي اقدر اغير الفاليو بتاعتي بناء على امر من الانبوت. خلاص يبقى هو جهاز بيحتفظ بالفاليو. طيب الميموري اليمنت هو ده بالنسبه لي اهو هيحتفظ بالداتا اللي جواه لحد ما انزل كوماند يغير فيه. يبقى النكست ستيت اللي هو الكيو ان بلس 1 هدخله هأثر بيه على مين؟ على الكرنت ستيت اللي هو مين؟ اللي هو الكيو ان او الكيو تي مش هتفرق كتير. يبقى الستورد فاليو هغيرها بناء على ايه؟ على كوماند. هنشوف الكلام ده دلوقتي. طب ايه تاني؟ قالك الميموري element which clock signals to change state. بيبقى عندي هنا element باستخدام حاجة اسمها الكلوك اتفقنا عليها وقلنا ان الكلوك سايكل بدايتها او الديوتي سايكل بدايتها بتكون 50% ماشي يعني زمن الصعود زمن ما هي هاي قد الزمن ما هي لو ماشي. لو انا الميموري element بيتغير او بياخد command مع الكوماند ده وبيبقى معايا كلوك يعني الموضوع ماشي سيكوينشال يبقى انا كده بسميه فليب فلوبس. قلنا كده عندنا حاجتين، عندي حاجه اسمها فليب فلوب للميموري اليمنت او عندي حاجه اسمها لاتش. قلنا اللاتش شغال ايه؟ ليفل يعني يا هاي يا لو يا زيرو يا واحد. طب الفليب فلوب لا ده شغال كلوك. طب طالما شغال كلوك يبقى شغال ايه؟ ايدجز يا اما بوزيتيف ايدج يعني رايزنج ايدج اللي هو بيسميه ده اللي هو جاي من اللو للهاي ده كده رايزنج ايج او بوزيتيف ايج او يكون ايه نيجاتيف ايج اللي احنا بنسميه ايه فولينج ايج اللي هو بالاخضر دوت ده كده النيجاتيف ايج الفولينج ايج والاصفر ده هو الرايزنج ايج او البوزيتيف ايج. جميل قوي. وقلت لك الديوتي سايكل هي عباره عن ريت اوف تايم ريت اوف تايم ان ويتش ذا سيجنال از هاي تو ذا توتال سيجنال اللي هي مثلا لو عندي الشكل دوت كده السيجنال بتاعتي هاي لو هاي وهكذا ده المسافه اللي هي هاي صح كده ودي المسافه الكليه للسيجنال اللي احنا سميناها تي. لما اقول هنا تي سمول الديوتي سايكل هي تي على التي كابيتال عليها 50% يبقى هي زمن ما السيجنال كانت بهاي يعني كانت بواحد لزمن السيجنال الكل. ماشي جميل قوي. طيب اتكلمنا على الاس ار لاتش اللي هي سيت ريسيت لاتش وطالما قلنا لاتش يبقى هي شغاله ايه؟ هاي ولو. ماشي يبقى هي شغاله هاي ولو ليفلز. طيب قال لك لو انا هستخدم النور جيتس يبقى انا كده السيستم بتاعي اكتف ايه؟ اكتف هاي. يعني ايه اكتف هاي؟ يعني المؤثر او الدوميننت بت هي مين؟ الله ينور عليك هي الواحد. طيب لو اكتف لو اللي هي النان يبقى الدوميننت بت هي الزيرو. ماشي طيب ورسمت لك شكل الاثنين اهو عشان لو حد ناسي شكل الايه النور او الناند وكمان عملت لك الترو ستيبل. لاحظ الفرق لما يكون عندي في الترو ستيبل بتاع النور لو 0 0 يبقى انا كده شغال ميموري اليمنت. في الناند الميموري اليمنت عندي 1 1 وخليك بقى حافظ الشكلين دول عشان انا فيها واقف هتيجي بشرح ده وأوقات بشرح المثال التاني عشان تبقى فاهم الاتنين وتعرف تحل أي مشكلة عندك. طيب تعالى نكمل. أنا هختصر الشكل ده كله. ده أكتف هاي صح؟ الشكل ده. أكتف هاي يعني إيه؟ يعني مفيش هنا بابلز عند الإس والآر. طيب الناند ده أكتف لو. خلاص هعمل لك البابلز دي. شايف البابل دي؟ هتعرفني إن أنا شغال أكتف لو. يعني شغال ناند. اتفقنا؟ جميل جدا. اتمنى يكون الكلام واضح، انا اوريدي شرحناه
وبنراجعه تاني، وبرضه عشان لو حد كان غايب او حد ما شافش الفيديوز دوت او ما سمعش المحاضره بتاعتنا يقدر يفهم. يبقى انا كده هستعيد عن الليفل والبلوك اللي فوق دوت عن البلوك اللي تحت، يعني الشكل دوت هشيله واستخدم ده، الشكل ده هشيله واستخدم ده. اتفقنا؟ بس انت مطالب تكون فاهم ده. هفضل شغال بالامثله المفصله دي لحد ما نخلص ولحد ما تثبت المعلومه عندنا. وقت ما احس ان احنا فهمنا كويس هبدا اديك ايه شكل البلوك ده على طول. طيب قلت لك الميموري اليمنت تريجرنج بيبقى عندي تو كيسز، احتمالين، يا اما اشتغل ليفل تريجر او ايدج تريجر. عشان انا قلت لك دلوقتي الكلوك هي اللي هتسمح لي اتحكم اكتر في الاس ار او في الفليف في التي او الجي كي، ماشي، في الميموري، في الميموري اليمنت عندي. تمام، وادينا مثال عليها لوحه الكهرباء الرئيسيه اللي في البيت او في المصنع او في الجامعه. لو انت مشغل لوحه الكهرباء الرئيسيه فانت كده في واصل كهرباء للابلسنس اللي عندك في البيت، للايه، للتلفزيون والمكوى والحاجات دي كلها. طب لو انا مشغل التلفزيون يبقى لازم احط فيشه التلفزيون، مشغل المكوى لازم احط فيشه المكوى، صح كده؟ يبقى لازم اشغل الاثنين عشان يبدا التلفزيون يشتغل او المكوى تشتغل. طب لو انا شغلت فيشه التلفزيون وشغلت فيشه المكوى بس قفلت كوبس الكهرباء العمومي، ايه اللي هيحصل؟ ولا كانك عامل حاجه. يبقى انا كده عملت ليفل اوف كنترول. طيب قال لك انا هنا الميموري اليمنت بتاعي اللي هو الفليب فلوب او اللاتش اقدر اعمل له تريجر الكنترول بتاعي باستخدام يا اما انيبل اللي هو زي السويتش كده، ماشي، يا اما باستخدام الكلوك. لو انيبل يبقى انا شغال ليفل، لو كلوك يبقى انا شغال ايه؟ ايدج. جميل قوي. طب الليفل ده يا اما ايه، يا اما ايه، يا اما اون يا اما اوف، يا اما اون يعني واحد يا اما اوف يبقى ايه، يبقى زيرو. طب والكلوك هشتغل ايدج زي ما قلت لك من شويه، يا اما بوزيتيف ايدج اللي هي رايزنج ايدج، ابقى بتحرك فروم زيرو تو هاي اللي هي من زيرو لواحد، يبقى كده ايه، يبقى كده الايدج بتاعي شغال، يبقى كده اون. او نيجاتيف ايدج اللي هي الفولينج، انا كده بتحرك من الزيرو، من الواحد للزيرو، يبقى كده ايه، اون. طب لو انا اذروايز، لو انا دلوقتي مش اون يبقى اكيد اوف. يبقى تاني البوزيتيف ايدج انا السيجنال بتاعتي كانت لو راحت هاي، يبقى ده كده ايه، بوزيتيف ايدج. طب لو انا السيجنال بتاعتي كانت هاي وراحت لو يبقى انا نيجاتيف ايدج. خلاص ده كده نيجاتيف وده كده بوزيتيف. جميل. طيب هنبدا الاول على اللاتش، يعني عندي ليفل بولس تريجر. سريعا كده قلنا انا عندي حاجه اسمها الاس ار لاتش اللي احنا كنا اديناها المساله بتاعها فوق وكتبنا الترو ستيبل بتاعها. قلت لك انا عايز اتعامل ليفل اوف كنترول، يبقى قبل ما ادخل الانبوتس بتاعتي انا هحط سويتش او هحط انيبل. لما الانيبل ده يكون بواحد يبقى انا كده شغال، لما الانيبل ده يكون بزيرو يبقى انا كده مش شغال، زي لوحه الكهرباء الرئيسيه اللي في البيت او في المصنع او في الجامعه. طيب لو انا مش مشغل كوبس الكهرباء العمومي، الدايره بتاعتي مش شغاله، يعني هتديني ميموري، القيمه اللي انا محتفظ بيها هفضل محتفظ بيها مش هتتغير. طب لو شغاله يبقى ارجع للترو ستيت اللي كان موجود فيه. خلاص؟ شوف بقى انت ناند ولا نور ولا الحاجات دي كلها. طب لو انا ناند يبقى انا خلي بالك 1 1 هو دي اللي بيديني الايه؟ الميموري اليمنت بتاعي. طيب ورحنا عملنا الترو ستيبل بتاعنا، رحت مره قلت لك الانيبل بزيرو ومره الانيبل بتاعي بواحد، وعندي الاس والار اشتغلت بقى 0 0 1 1 0 0 او 0 1 0 1. يبقى عندك اربعه كيسز هنا وعندك اربعه كيسز هنا. مع الاربعه كيسز اللي الانيبل فيهم بزيرو هعتبر كل دول دونت كير والاوتبوت بتاعي ايه؟ ميموري. طب لما الانيبل يكون بواحد ابدا ابص على الاس وعلى الار واحقق الترو ستيب اللي احنا كنا عاملينه في الاول. طيب حلو قوي. لو قلت لك بقى عايزك تعمل اس ار مش لاتش، فليب فلوب،
انت قلت لي هندسه الفليب فلوب دوت الايه الميموري تريجرنج اليمنت بتاعي بيكون ايه كلوك مش ليفل، يبقى انا هستخدم كلوك. طالما انا بستخدم كلوك هتقول لي ايه انت بوزيتيف ولا نيجاتيف ايدج، فانا هنا هقول لك انا شغال بوزيتيف، العلامه انا مديها لك بوزيتيف، فبرضه نفس الكلام هتحقق الترو ستيبل. ده هيفرق معاك في التايمينج دايجرام اللي احنا خدناه الاسبوع اللي فات، هيفرق معاك الليفل عن الكلوك في التايمينج دايجرام، وممكن نبص عليها تاني النهارده. طيب تعالوا نكمل. هبدا دلوقتي تاني في الايه؟ في الفليب فلوب. هنا عملت لك الترو ستيبل العادي خالص بتاع الفليب فلوب. وقت ما يكون الانيبل او الكلوك بتاعتي بزيرو يبقى انا كده مش شغال، الكوبس الكهرباء العمومي مطفي، يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا مخزن اليمنت عندي في الميموري وهو ده اللي هعرضه دايما. يبقى طالما الكلوك بتاعتك مش شغاله فانت بتعرض النكست ستيت هتساوي مين؟ الكرنت ستيت. وكتب لك الاختصارات هنا اهي. طيب لو انا هنا شغال نور اللي هي اكتيف هاي، حلو، لما بكون 0 0 كده انا شغال نور، 0 0 برضه ميموري اليمنت، يبقى النكست ستيت هيساوي الكرنت ستيت. جميل خلصناها. طيب انت قلت لي انا اكتيف ايه؟ انا اكتيف هاي، يعني دلوقتي لو انا عندي السيت ب 0 والريسيت ب 1 الاوتبوت بتاعي هيكون بكام؟ صح، لو الار هو اللي بواحد يبقى انا هعمل ريسيت. طيب عملت واحد على الست الاس عليها واحد والار عليها زيرو، يبقى انا هعمل ست ست، يبقى انا عملت كريت لواحد على الايه؟ على الاوت. طب لو واحد واحد قال لك هنا نوت يوز عشان هي انفاليد كيس بايظه لوجيكال ايرور، هتخلي لك هنا الكيوب واحد والكيوب ار بواحد او الاثنين بزيرو عادي، نوت يوزد وانفاليد. طيب اخدت معاك الكلام ده الاسبوع اللي فات، ترو ستيب سهله عملناه بناء على فهمنا والايه والوصف بتاع الفليب فلوب نفسه. طيب تاني حاجه اسمها ايه؟ الكاركترستكس تيبل، ده اللي بيوضح العلاقه ما بين الانبوت والخارج بتاعي. طيب يعني انا كده عايز اجيب العلاقه ما بين النكست ستيت والكرنت ستيت، صح كده؟ ايوه خلاص. هات لي بقى النكست ستيت في طرف على جنب اهو، ودخل الكرنت ستيت في المعادله الاساسيه. بقى عندك الكرنت ستيت وعندك الاس اللي هي الست وعندك الار اللي هي ايه؟ الريسيت. طيب عندك هنا 3 اوبشنز 3 انبوتس، يبقى عندك كام احتمال؟ 2 تو ذا باور 3 اللي هي 8، يبقى عندك 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 وهكذا. ده الترو ستيبل. انا مش معايا النكست ستيت عايز اجيبه، هجيبه منين؟ هروح ابص على الترو ستيبل واجيب منه الايه؟ الكاركترستكس تيبل. طيب في حاله ان الكيو ان ب 0 ايه اللي بيحصل؟ طلع الكيو ان ب 0 هنا فين؟ ادي 1 ادي 2. طيب هات لي بقى الكيو ان ب 0 وعندي الاس ب 0 والار ب 0. طب الاس ب 0 والار ب 0 ايه اللي بيحصل؟ انا كده كيس ميموري، صح كده؟ طب يبقى النكست ستيت هيساوي ايه؟ هيساوي الكرنت ستيت. هنا بكام؟ هنا ب 0 اهو، يبقى الاوتبوت هيساوي كمان ايه؟ 0. ليه؟ عشان ده ميموري، عشان الاس ب 0 والار ب 0 اهي، اس ب 0 والار ب 0، فانا كده ايه شغال ميموري. طب حلو قوي، الاس بقى بزيرو والار بواحد، يبقى انا بعمل ايه؟ صح، بعمل ريسيت. وقلت لك لو النور بتاع الاوضه عندك دلوقتي متطفي ورحت على زرار الكهرباء تطفيه، ايه اللي هيحصل؟ مش هيبان التاثير. ليه؟ لان هو اصلا مطفي، يبقى هيفضل ايه؟ هيفضل مطفي برضه. يبقى انا بعمل ريسيت لزيرو هيفضل زيرو. تاني زرار النور مطفي وانا بحاول اطفيه، فالنور هيفضل مطفي
وتأثير ان انا بحاول اضغط على زرار مش هيبان. فانا بعمل ريست لسيستم اصلا في جواه زيرو، فهيبان ايه؟ زيرو برضه. طيب عايز اعمل اس بواحد والار بزيرو، اس بواحد والار بزيرو، يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل ست. يبقى الاوب بتاعي يكون فيه كام؟ فيه واحد. رغم ان الكرنت سيت فيه كام؟ فيه زيرو. بقى فيه دلوقتي كام؟ بقى فيه واحد. طيب في حاله الواحد واحد قال لك ده كيس ايه؟ انفاليد كيس، مش بشتغل. طب حلو. حاله الزيرو زيرو ده ايه؟ ميموري. طب الميموري ببص على مين؟ على الكرنت ستيت. هي الكرنت ستيت بكام؟ بواحد، حط لي هنا واحد. انا فوق كان عندي ميموري حطيت زيرو عشان الكرنت ستيت كان فيها زيرو، هنا برضو ميموري بس حطيت واحد عشان الكرنت ستيت فيها كام؟ فيها واحد. طب اس بزيرو ار بواحد بعمل ايه؟ لما يكون الار بواحد صح بعمل ريست، فصفرتها هنا اهو رغم ان هي كانت فيها واحد صفرتها. طيب الاس هي اللي بواحد والار بزيرو، ايه بعمل ايه؟ ها اس بواحد بعمل ست بخلي عليه واحد. طب في حاله الواحد واحد انفاليد كيس مش شغال. طيب امسح بقى دوت وهات لي كده الكلام اللي انت استفدته هنا، ده الاوتبوت بتاعك اهو. الاوتبوت بتاعك عباره عن 0 0 1 invalid، 1 0 1 invalid. تعرف تعمل لي كارن ماب تعبر عن الاوتبوت دوت؟ طبعا اعرف، معرفش ليه كلنا شاطرين عملنا الكارن ماب. طب انا الكارن ماب عندي كام سيل كام مربع؟ ابص الاول على عدد الاحتمالات، يبقى عندي 8 احتمالات، يبقى عندي 8 خانات او 8 مربعات، 8 سيلز. فمليت عملت ال 8 سيلز اهو، وبعدين عملت الاندكس. جيب الاندكس ده منين؟ من الترو ستيبل ده، من الكاركترستكس تيبل بتاعك. حط الاصفار ادي صفر اهو بتاع الكيو ان، حط الاس والار اهو، ووزع بقى 0 0 اهو 0 0، 0 1 اهو 0 1، 1 1 اهو 1 1، 1 0 اهو 1 0. خلاص كده انت وزعت الاندكس بتاع الانبوت جوه كل مربع، جوه كل كيوب هنا او سكوير، حط لي ايه؟ حط لي الاوتبوت اللي هو مين؟ اللي هو ده 0 اهو 0، 0 اهو 0، 1 اهو 1، انفاليد حط اهو انفاليد دونت كير، 1 اهو 1، 0 اهو 0، 1 اهو 1، انفاليد اهو انفاليد. خلاص؟ جميل قوي. وزي ما اتعلمنا بعمل الكارن ماب، عايز اطلع الجروب والبير، باخد اكبر عدد ممكن من الوحايد واحطهم في جروب واحد. طب اكبر عدد اللي هو فين؟ اهو اتنين اهو مع بعض. قال لك لا، دول دونت كير مش هيفرقوا معاك في حاجه، دخلهم معاك في الجروب. بقى عندك الجروب الاول اهو، وعندك الجروب الثاني اهو، ناخده لوحده. قال لك لا، خده ده مع ده، وهنا في واحد وهنا في واحد، ده الجروب الثاني وده الجروب الاول. طيب وبعدين بقول له ان الاوتبوت بتاعي اللي هو مين الاوتبوت؟ مش اكس، لا الاوتبوت بتاعي هو النكست ستيت اللي هو الكيو ان بلس 1. الكيو ان بلس 1 هيساوي الجروب الاول اور مع الجروب الثاني. صح كده؟ جميل قوي. طب الجروب الاول، ابص على الجروب الاول اللي هو ايه؟ ده. مين في هنا بيتغير؟ هل الكيو ان بتتغير من 0 ل 1؟ اه، هنا مره كانت 0 ناقص مره هنا بواحد، يبقى كنسلوا بعض. يبقى انا مش معايا كيو ان. خلاص هبص على السيل دي وابص على السيل دي بشكل ايه؟ رأسي. طب الاس كانت واحد وفضلت بواحد، يبقى الاس ما اتغيرتش، الاس معانا. الار كانت بواحد وبقت بزيرو، يبقى الار اتغيرت، يبقى الجروب الاول ده هيساوي مين؟ اس. صح. طب لو سمحت وقف هنا الريكورد وهات لي الجروب الثاني اللي هو ما بين ده ما بين ده. برافو عليك لو وقفت الفيديو. يبقى انت كده عندك، هقول له الكيو ان ما اتغيرتش، هنا بواحد وفضلت هنا بواحد، يبقى عندي كيو ان. طب واضربها في مين؟ هبص على السيل دي وابص على السيل دي. الاس بزيرو والاس هنا بواحد، يبقى الاس اتكنسلت. طب الار هنا بزيرو والار هنا بزيرو، يبقى انا عندي ايه؟ الجروب الثاني عباره عن كيو ان
اندد مع مين؟ مع الار بار. برافو عليك اللي عرف يحلها. موجوده عندك تحت اهي. ماشي. يبقى الكيو ان بلس 1 هيساوي ايه؟ هيساوي الاس اور كيو ان اندد مع الار بار. ماشي. جميل قوي. ننزل على بعض. قلت لك في حاجه في الاخر اسمها الاكسبكتيشن تيبل، وده اللي بيعبر عن العلاقه ما بين مين ومين، ما بين الانبوتس والكرنت والنكست ستيت. يعني ايه الكرنت والنكست ستيت؟ قال لك لو انا عايز اتكلم مع الاس لوحدها او الار لوحدها كانبوت، اعرف اجيب قيمتهم بناء على مين؟ على الكرنت والنكست ستيت. طب اجيب ده منين؟ هتجيبه من الكاركترستكس تيبل. تعال نشوف ازاي. طبعا الماتيريال دي هتكون معاك ما تقلقش. طيب حاجه، بص هنا على الكيو ان والكيو ان بلس 1. لما الكيو ان بلس 1 تكون بزيرو والكيو ان بزيرو، حاجه هنا عند الكيو ان بزيرو. كل ده فين؟ الكيو ان بلس 1 بتكون بزيرو. اه عندي هنا حاله وعندي هنا حاله ثانيه. هل في حالات ثانيه الاثنين دول بزيرو؟ قال لك لا. طيب ادي الكيو ان بلس 1 بزيرو في الاثنين دول، والكيو ان بلس 1 بزيرو هنا، والكيو ان بزيرو برضو هنا. خلاص هاخد التو كيسز دول. طب عايزك تجيب قيم الاس والار. قال لك في الحالتين دول الاس بزيرو، فحط هنا الاس بكام؟ بزيرو. طب والار؟ قال لك لا، الار هنا في الحالتين دول متغيرتين، مره بزيرو ومره بواحد. يبقى قيمه الار هتكون ايه؟ دونت كير. ليه دونت كير؟ عشان قيمتها متغيره وبتديني نفس الاوتبوت، اللي هو مين؟ اللي هو زيرو هنا واللي هو زيرو هنا. خلاص انا خلصت ده. اجي هنا عند الكيو ان بتساوي زيرو، يبقى انا لسه في الاربع احتمالات دول. هات لي بقى الكيو ان بلس 1 بتكون بواحد. يبقى في الاربعه دول هات لي الكيو ان بلس 1 بواحد. مفيش غير الكيس دي بس. خلاص يبقى حط لي الاس بتساوي واحد والار بتساوي زيرو. الاس بتساوي واحد والار بتساوي زيرو. جميل. طيب هات لي بقى الكيو ان بتساوي واحد، يبقى انا في الاربع احتمالات دول. طيب كيو ان بواحد والكيو ان بلس 1 برضه بزيرو. فين الاحتمال ده؟ هبص على الاربعه دول بس اهي. الاس بزيرو، الاس بزيرو. الار بواحد، الار بواحد. خلاص دي. طيب اخر حاجه، هات لي الكيو ان بزيرو ولا بواحد؟ لا بواحد، يبقى انا برضه في الاربع احتمالات دول. والكيو ان بلس 1 بواحد برضه. في كام احتمال؟ ادي واحد وادي اتنين، يبقى هنعمل زي فوق. الاس هنا بزيرو والاس هنا بكام؟ بواحد. يبقى الاس دونت كير. طب الار؟ الار هنا بزيرو والار هنا بزيرو، يبقى هنزل الار زي ما هي ايه؟ بزيرو. ده مين؟ ده الاكسيتيشن تيب، اللي هو بيجيب لك العلاقه ما بين الفاليوز الانبوت اللي هي الاس والار والكرنت والنكست ستيت. طب لو انا قلت لك، وده كان في الاساينمنت، هات لي الاكسبريشن بتاع الاس وهات لي الاكسبريشن بتاع الار. طيب عشان اجيب الاس هعمل التروث تيبل واقول له هنا عندي الكيو ان وعندي كيو ان بلس 1، واقول له هنا عندي كام وكام؟ الاس بقى يبقى 0 وبعدين 1 وبعدين 0 وبعدين دونت كير. طيب هنا عندي 0 1 وهنا عندي 0 1. طب يبقى ده مين؟ ده اللي بس الجروب بتاعي، مفيش غير جروب واحد بس. يبقى هقول له الاس بتساوي ايه؟ كيو ان بلس 1 عشان هي بواحد فما تبقاش بار. طب الار؟ هات لي هنا اعمل ايه؟ الكارم ماب بتاعت الار. هنا كيو ان وهنا كيو ان بلس 1. الاوتبوت بقى الدونت كير في الاول اهي مكان الزيرو، وبعدين الزيرو وبعدين الواحد وبعدين الزيرو، يبقى انا عندي الجروب بتاعي اهو. طب الجروب ده عباره عن ايه؟ كيو ان بلس ار بار. صح كده؟ صح كده. ليه شلت الكيو ان؟ ما هي مره بزيرو ومره واحد اتكنسلوا، هنا بزيرو هنا واحد اتكنسلوا مع بعض. صح؟ طيب يبقى هو لو قال لك هات لي الاكسبريشن بتاع الاس والار اقدر اجيب، ده كان في الاصح. تعالوا نخش على اللي بعده. طيب قلت لك ايه الفرق بين الاس ار
والدي. قلت لك هنا الدي انا بدخله على انفرتر واطلع هنا الاس والار. طب لو انا مدخل هنا الدي بزيرو يبقى الاس بكام؟ الاس بزيرو. طب والار؟ لا بواحد. طب دخلت الدي بواحد يبقى عندك الاس بكام؟ بواحد. والار بكام؟ بزيرو. يبقى هيتقلبوا. ليه؟ لان انا عملت انفرتر. يبقى عمرهم هيكونوا بيساووا بعض. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ زي ما انت شايف اهو، انت عندك الاس ار فليب فلوب، اس وادي الار وادي الكلوك وادي عندك الكيو وادي عندك الكيو بار. طب الكلوك دي شغاله بوزيتيف ايج ولا نيجاتيف ايج؟ دي بوزيتيف ايج. ليه عرفت منين؟ عشان مفيش هنا بابل. لو في بابل تبقى نيجاتيف ايج. طيب اعمل الدي ازاي بقى من الاس ار؟ ها زي ما انا لسه قايل لك هعمل انفرتر. يبقى هوصل الاثنين ببعض واعمل هنا انفرتر ويبقى ده الدي. ماشي؟ طيب هات لي بقى هنا الترو ستيب. ما تنساش الكلوك، لما تبقى بزيرو يبقى انا عندي ميموري. طب الكلوك بواحد، طالما الكلوك اشتغلت يبقى انت رفعت كبس الكهرباء العمومي في البيت، تقدر تولع اي حاجه بقى. ماشي؟ طب انا شغال هنا الكلوك بتاعتي بايه؟ بوزيتيف ايج. طب اسال بقى الدي هنا لما تكون بزيرو ايه اللي بيحصل؟ لو الدي بزيرو يبقى الاس بزيرو والار بكام؟ الار بواحد. طب في حاله الار لما بتكون واحد بنعمل ايه؟ بعمل ريست. طيب خلي الدي عليها واحد، يبقى الدي عليها واحد، يبقى الاس عليها واحد، والار عليها كام؟ زيرو. طالما الاس عليها واحد بتعمل ايه؟ ست. اللي كان فاهم المثال الاول هيبقى فاهم المثال الثاني، وده بالظبط اللي كان مطلوب منك في الاساين، انا بحله دلوقتي. طب اعمل لي كاركترستيك ستيبل. قلنا الكاركترستيك ستيبل هو عباره عن مين؟ الاوتبوت علاقته بالانبوت والبريفيوس ستيت. يبقى النكست علاقته بالانبوت والكرنت ستيت. سهله؟ سهله. طيب حملاه ازاي بقى ده؟ حملاه من الترو ستيت. يبقى بملى الكاركترستيك ستيبل من الترو ستيت. تعالوا نشوف ازاي مع بعض. حمله هنا ايه؟ الكرنت ستيت 00 والدي 01 عادي خالص زي ما بملى اي ترو ستيبل. اجي هنا لما يكون عندي الكيو ان بتساوي 0 والدي بتساوي 0، في حاله الدي بتساوي 0 بعمل ايه؟ بعمل ريست، صح؟ عشان الار بتبقى بواحد فبحط هنا 0. طب لما الدي عندي بتكون بتساوي 1 بعمل ست، يبقى عملت 1. طيب الدي بتساوي 0 عملت ريست، الدي بتساوي 1 عملت 6. شكرا، خلصت الكاركترستكس تيبل. اعمل بقى انت لو سمحت الكارن ماب، هتلاقي عندك هنا الكيو ان وعندك الدي 01 01 وبعدين 01 01. يبقى ده الجروب بتاعك. يبقى الايه؟ الكيو ان بلس 1 هتساوي مين؟ هتساوي الجروب الاول ده اللي هو بتساوي الدي. عملتها لك هنا. طب الاكسايتيشن تيبل هو علاقه ما بين مين؟ ما بين الانبوت والكرنت والبريفيوس. مين الانبوت؟ هو الدي. والكرنت والايه؟ والنكست اهم. دول جيبهم منين؟ من الكاركترستكس تيبل. يبقى انت كده عرفت الدي بيساوي ايه. الدي كده اهو كيو ان، كيو ان بلس 1، وادي عندك 0 1 1 0 1 0 1. يبقى دي هتساوي مين؟ هتساوي كيو ان بلس 1. منطقية، ما احنا جبناها اوريدي، جبناها هنا اهي. تمام؟ جميل. اتمنى تكونوا انتوا حليتوا برضو المثال ده بنفس الطريقة بتاعتي. خلي بالك عشان في كويز الاسبوع الجاي، في كويز. ده اللي احنا خدناه الاسبوع اللي فات. طيب يا شباب عشان الفيديو ما يكونش طويل، انا هقف لحد هنا في الفيديو دوت، هرفعه لكم دلوقتي عشان تقدروا تذاكروا. خلاص يبقى انت كده رجعت، وانا هكمل الجي كي والتي والتحويلات ما بين الفليب فلوبس كلها في الفيديو اللي جاي. يا ريت لو حد عنده اي سؤال يا اما يتواصل معايا بشكل مباشر على الواتساب جروب او يسيب لي في الكومنتس هنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشجعني اعمل الفيديو اللي بعدي والفيديو اللي بعديه ان شاء الله. سلام.